قد يكون ذلك غير كافي. ها هي اللقطات سجل خلاف في دقيقة 41 لصالح شبيبة بجاية. ثم أضاف والناس اثنين مقابل لا شيء النتيجة. ثم والناس في دقيقة 45 عن طريق ضرب الجزاء مولودية العلماء سجل زيان شريف في الوقت البدل الضائع. هو هدف مولودية العلماء في هذه المباراة. شبيبة بجاية سعيد، رغم ذلك الفوز ربما قد لا يكفي الفريق، قد لا يكفي ربما لأنه ضيع